القمر هو الجار الفضائي الأقرب إلى الأرض، وهو قمرها الطبيعي الوحيد، ويعتقد بأنه تشكل قبل مليارات السنين عندما اصطدم جسم ضخم بحجم المريخ بكوكبنا. لم أكن موجوداً آنذاك بالتأكيد. حولت هذه الكارثة الأرض إلى كرة ملتهبة من الصخور المنصهرة، كما دفعت بعض المواد إلى مدارها مكونة القمر. والآن أصبحت هذه الكرة المليئة بالحفر تدور حول أرضنا بانتظام، مما يؤدي إلى ظاهرة المد والجزر في جميع أنحاء العالم. يزيد حجم القمر عن ربع حجم الأرض بقليل، وهو خامس أكبر قمر طبيعي في النظام الشمسي. يمر القمر بعدة أطوار، ومنها المحاق أو البدر أو الهلال أو التربيع الأول والتربيع الثاني. ولكن أيا كان شكل القمر، يمكنك دائما العثور عليه في السماء ليلا وأحيانا حتى في النهار. لكن تخيل لو استيقظت في الليل ولاحظت أن القمر مختلف بعض الشيء عن القمر الذي اعتدت رؤيته، حيث صار أكثر سطوعا وأكبر حجما، بالكاد يمكنك ملاحظته، خاصة عندما تكون نصف نائم تعود إلى فراشك غير مدرك أنك الذي رأيته عطارد للقمر. لو نظرت إلى عطارد عن كثب لوجدت أنه يشبه قمر الأرض، فسطحه مليء بالحفر التي خلفتها الصخور الفضائية، ويبلغ حجم عطارد حوالي خمسي حجم الأرض، غير أنه لا يزال أكبر من القمر بقليل، ولهذا السبب سيكون تأثيره عليها أكبر. سيصبح الليل مضيئا أكثر، والمد مرتفعا أكثر، والجزر منحسرا أكثر، وستصبح الدورة القمرية، وهي الوقت الذي يحتاج فيه القمر، أو بالأحرى عطارد الآن، ليمر بجميع المراحل أقصر ب14 ساعة. لكن بشكل عام لن يكون لمثل هذا الاستبدال أي عواقب وخيمة على كوكبنا. ولكن ماذا عن كوكب الزهرة؟ ماذا لو استبدلنا قمرنا الطبيعي بثالث أكبر جرم ساطع بعد الشمس والقمر في المجموعة الشمسية؟ غالبا ما يطلق على الزهرة الكوكب الشقيق للأرض، لأنه يمثلها تقريبا في الحجم والكتلة. سيظهر كوكب الزهرة في سماء الأرض بحجم كبير، كما كان الحال بالنسبة للأرض التي ظهرت لطاقم بعثة أبولو عندما نظروا إليه ذات مرة من سطح القمر. سيكون الزهرة أكثر سطوعا من القمر لسبب واحد، وهو أنه يعكس ضوء الشمس بستة أضعاف. عدا عن ذلك سيشغل كوكب الزهرة مساحة أكبر ب16 مرة على الأقل، وبالتالي ستكون الليالي على الأرض مضيئة أكثر كالشفق المبكر الآن. وإذا نظرت إلى كوكب الزهرة فستجد أشكالا دائرية غامضة في الغطاء السحابي الأبيض المصفر للكوكب. لن يصبح كوكب الزهرة قمرا للأرض، ويرجح أن يدور الكوكبان حول مركز كتلتهما المشترك، وسيكون هذا المدار غريبا كليا مثلي تماما. ولكن إن تحرك كوكب الزهرة بنفس سرعة القمر الحالية فسيصطدم الكوكبان ببعضهما البعض في المستقبل القريب. حسنا، لنقم بعملية مبادلة أخرى. لو كان المريخ في السماء بدلا من القمر، فستلاحظ ذلك حتما، ولن تحتاج حتى إلى تلسكوب لملاحظة لونه الغريب ومشاهدة تلك البقع الداكنة التي تغطي سطحه. وحتى لو لم تسبق لك رؤية الكوكب الأحمر ستشعر بشيء غير اعتيادي. إن كوكب المريخ بنصف حجم الأرض تقريبا، لكنه يفوق القمر حجما بعدة مرات، حيث يؤدي استبدال جسم فضائي صغير بجسم أكبر حجما إلى إحداث خلل في التوازن الهش الموجود على الأرض. لو كنت منحوسا كفاية بالتواجد على الشاطئ عند حلول المريخ محل القمر، فسيتعين عليك مغادرة المكان في أسرع وقت ممكن، إذ سرعان ما سترتفع أمواج البحر العملاقة تحت تأثير المريخ، وسترتطم بالسواحل كما تفعل أكبر موجات التسونامي. كما أن المريخ سيعكس ضوء الشمس أكثر من القمر، مما سيخفف عتمة الليل، وستكتسي تضاريس الأرض بحلة حمراء مخيفة. كما سيكون بوسعك الاستمتاع برؤية أعلى جبل في المجموعة الشمسية، أوليمبوس مونز، من خلال التلسكوب. بالمقابل فحجم المريخ ليس كبيرا بما يكفي لتغيير مدار الأرض بشكل مؤثر، ولكن من المحتمل مع مرور الوقت أن يبدأ الكوكبان في الدوران حول بعضهما البعض، مما يخلق نظام كوكب مزدوج. وبما أن المريخ سيكون مجاورا لنا فعليا، ستصبح الرحلات في حكم المؤكد. حسنا، الآن فكر جيدا. لو حل المشتري محل القمر فلن تصبح الأرض كوكبا مستقلا بعد ذلك أبدا،
بل ستتحول على الفور إلى قمر آخر لأكبر كوكب في المجموعة الشمسية. ماذا؟ ما هو الشيء الإيجابي الوحيد في هذا التحول؟ سيتمكن الناس من مشاهدة منظر رائع للسماء، فالمشتري أكبر من القمر بعشرات المرات. حينها ستشاهد كرة عملاقة مخططة بشكل جميل تغطي كل الأفق تقريبا. وإن كنت تملك الوقت للاستمتاع بالعرض، فسترى غيوما صفراء وبنية وحمراء وبيضاء تطفو في جو المشتري. للأسف قد ينجم عن قوة سحب جاذبية العملاق الغازي حدوث زلازل شديدة وثوران البراكين وموجات تسونامي على الفور، وسيتجه غلاف الأرض وقشرتها نحو المشتري، مما سيؤدي إلى تفكك الأرض. كما أن كوكبنا سيتعرض للضغط والعصر بقوة، فتظهر على سطحها تحدبات وتقعرات بارتفاع وعمق يتجاوزان 30 مترا، وما يزيد الطين بلة أن سرعة الأرض تعادل 10% فقط من السرعة التي تحتاجها للبقاء في مدار كوكب المشتري. لهذا سيصطدم كوكبنا البطيء بالعملاق الغازي خلال أقل من يوم واحد. حسنا، لا يبدو هذا جيدا، فلنتجنبه إذن. والآن لو حل زحل محل القمر، سيكون المنظر جديرا بالمشاهدة. إن هذا الكوكب أكبر من قمر الأرض بأكثر من 35 مرة، وهو ما يعني أن هذا الجرم الذهبي العملاق سيغطي 18 درجة من السماء، وستمتد حلقاته إلى أبعد من ذلك من الأفق إلى الأفق، وستكون الأرض أبعد قليلا عن العملاق الغازي الذي يملك قمرا اسمه ديون. وبما أن كوكب زحل أقوى من الأرض بكثير، فستتحول الأرض إلى قمر له وليس العكس. ولكن للأسف لن تكون سرعة دوران الأرض كافية لمواكبته، ويرجح أن نصطدم بالكوكب العملاق في غضون يوم أو يومين. ولكن قبل الاحتراق في الغلاف الجوي لكوكب زحل، علينا أولا المرور عبر حلقاته الرائعة. إنها مكونة من قطع من المذنبات والكويكبات والأقمار المحطمة. لن يكون من السهل تجاوز هذا الحطام الفضائي. عدا عن ذلك، سيتعين على كوكبنا تجنب أقمار زحل البالغ عددها 53. ولكن ماذا لو لم تسقط الأرض وتحولت الأرض إلى قمر زحل 54؟ حينها ستتسبب جاذبية الكوكب الغازي العملاق في تغييرات تكتونية هائلة في جميع أنحاء الأرض، حيث ستتشقق القشرة الأرضية عن آخرها. هذا أيضا ليس بالسيناريو الجيد. يعتبر كل من أورانوس ونبتون من عمالقة الجليد، إنهما بنفس الحجم تقريبا، أكبر من الأرض وأصغر من المشتري وزحل. يتكون سطح كل منهما من الجليد، ويملكان لونا أخضر مزرقا جميلا. لو حل أي من هذين الكوكبين محل القمر، فستترتب الآثار ذاتها. لنقم بالقرعة إذن. حسنا، سيحل نبتون محل القمر. إنه أكبر من القمر 14 مرة، وسيبدو في السماء وكأنه منطاد بلون أزرق ساطع، ليس ليلا فقط بل في واضحة النهار أيضا. سيبدو بالنسبة لك وكأنه أكبر من الشمس 15 مرة، وإن بقي كل شيء على حاله فسيصبح كسوف الشمس أبديا. فبمجرد اختفاء الشمس خلف نبتون، ستغرق الأرض في ظلام دامس لمدة لا تقل عن ساعة ونصف. تعادل كتلة نبتون كتلة الأرض 17 مرة، وجاذبيته أقوى من جاذبية الأرض بكثير. لهذا سينتهي الأمر بكوكبنا كقمر تابع له. أجل، مرة أخرى ستدور الأرض حول نبتون على مسافة أبعد بقليل من تريتون أكبر أقماره. بالمناسبة، هناك فرصة كبيرة لاصطدام الأرض بهذا الجسم الفضائي، لكنها لن تكون المشكلة الوحيدة. سيصبح المد والجزر على الأرض أقوى بألف مرة من المد والجزر الناجم عن القمر، ولن تفتت قوة جاذبية نبتون الأرض، لكنها سترفع من حرارتها، وسيزداد النشاط الزلزالي، مما يؤدي إلى حدوث الزلازل والانفجارات البركانية، وربما يحدث انقطاع في شبكة الإنترنت أيضا.